هذا التسجيل يحمل هذه الدلالة التاريخية والحضارية والفكرية. إنها النهروان، هل تعرفونها؟ النهروان ماذا يقصد بالنهروان؟ النهروان في أصلها منطقة بين بغداد وواسط، هنالك تأسست الديمقراطية الإسلامية المطلقة. صحيح أن هناك ديمقراطية أثناء الخلافة الراحلة، ولكنها ديمقراطية مؤطرة في القبلية القرشية، لأن الواقع آنذاك يستدعي ذلك الأمر. فالأمر كما علله الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما نازع المهاجرين الأنصار في تولي مسؤولية الخلافة، فقال لهم أبو بكر: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. هذا مبرر لأن تكون آنذاك الخلافة أو الحكم في قريش خشية أن تكون هنالك فتن عندما ينتقل الأمر إلى غيرهم. ولكن ليس معنى ذلك تكريس شرط القرشية في الحكم. المهم أن في منطقة النهروان تأسست الديمقراطية الإسلامية المطلقة التي كسرت مفهوم شرط القرشية في الحكم، فهنالك بويع عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي العماني على قول بالإمامة وبالخلافة ليكون إمام الأمة، بعد أن تنازل عنها الخليفة الرابع علي بن أبي طالب بتحكيمه الحكمين، وبعد أن تطلع إليها معاوية بن أبي سفيان اغتصابا لها. هنالك رأى المجتمعون في النهروان بأنه لا بد من أن يكون لهم إمام، فبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي العزيز. هذا هو معنى النهروان، وهذه هي الدلالة الفكرية والحضارية والتاريخية لمسمى هذا المسجد المبارك الميمون. فشكرا للقائمين عليه على اختيارهم هذا الاسم التاريخي والفكري.